حدث حرفيا أرعب العالم، أكثر من 10 مليار دولار وتعاون 300 جامعة ومؤسسة من 29 ولاية أمريكية و14 دولة حول العالم وآلاف المهندسين والعلماء تكلفة هاي الصورة لحد الآن. تلسكوب جيمس ويب اللي أرعب العالم بالنتائج مالته. هذا التلسكوب قادر على اكتشاف حرارة نحلة من على سطح القمر بسرعة 300 مليون كيلومتر بالثانية. عملية بناء استغرقت 20 سنة وانطلق قبل 6 شهور. بعد عن كوكبنا هذا التلسكوب حاليا 1,500,000 كيلومتر. قدر انه يلتقط صورة يظهر بها الكون قبل 13 مليار سنة. هاي الصورة اللي قدامكم كل نقطة بيها تمثل مجرة، كل مجرة بيها مليارات الكواكب والنجوم. آلاف المجرات هاي تمثل فقط حبة رمل مقابل العوالم الأخرى بهذا الكون. بس احنا حاليا بنشاهد الماضي مال هاي المجرات مو هذا. راح تقول لي شلون؟ لازم تعرفون ان ضوء الشمس حتى يصل لعيوننا ونرصده يستغرق 8 دقائق، يعني كل مره نباوع بها للشمس فاحنا نشوف ماضي الشمس قبل 8 دقائق. او مثلا اختفت الشمس، احنا ما راح نعرف بها اختفت الا بعد 8 دقائق من اختفائها الفعلي، والشمس هي بمجرتنا، لهذا تعتبر كلش قريبه مقارنه بالمجرات اللي تبعد عنا مليارات السنين الضوئيه. يعني انتم من تباعون للسماء وتشوفون النجوم فانتم حرفيا جاي تشوفون ماضي هاي النجوم مو حاضرها. المهم هاي البدايه فقط. تلسكوب جيمس ويب راح يبقى على مدار 20 سنة قادم، وأكو صور مفاجآت ثانية راح يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، فإلك أن تتخيل عظمة هذا الكون.